اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. وجاء يوم الثلاثاء لينصفه الاهلي ولينصف الاهلي، يوم الثلاث ده طول عمره متهم ان يوم ملوش طعم. يعني يقول لك الخميس، الجمعه، السبت، الحد، الاثنين، ويجوا عند الثلاث يقول لك الاثنين جزارين وحلاقين اجازه، الحد مش عارف اجازه مين. يجوا عند يوم الثلاثاء يقول لك ما يوم كده ملوش طعم او ملوش لازمه. ولكن الثلاثاء الماضي وسيتوقف التاريخ امامه نقطه تحول في اكثر من مسار، وكان يوما جميلا سعيدا تم فيه انصاف يوم الثلاثاء والنادي الاهلي. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه. الحمد لله على السلامه يا باشمهندس. الله يسلمك والف سلام عليك. الحمد لله الحمد لله. خلاص خلص بس ياك التكييف ما خلص عليها تاني. ما انا باجي كويس والله والنيه كويس. زي ما اشار المهندس عدلي، الثلاث الاهلي حقق انتصار مهم جدا، عاد للبطوله الافريقيه، عاد لينقذ اسهمه مع الاميره الافريقيه. يبقى باذن الله تعالى تاكيد هذا التفوق في مباراه العوده في تاونشيب مع تاونشيب في بوتسوانا يوم 28 ان شاء الله، ليواصل الاهلي زحفه بقوه نحو البطوله يا باشمهندس. تمام. طب هو يوم الثلاث ده يوم حلو ليه؟ ايه اللي حصل في يوم الثلاث؟ اللي حصل في يوم الثلاث، من قبلها بيوم ظهر البيان المسؤول العاقل للكابتن محمود الخطيب. ثم اتى يوم الثلاثاء، وهو كانت يعني في مجمله كان في رساله الى الجماهير. واحنا هنا الحقيقه وجهنا رسائل كثيره ومعظم الناس، وكان في تخوف ان يعني يحدث شيء، اندفاع، غضب. ولكن ياتي يوم الثلاثاء العظيم ليظهر المعدن الحقيقي لجمهور الاهلي المختلف، والذي فاز به النادي الاهلي اكثر مره لاحسن جمهور في افريقيا. كاحسن جمهور في افريقيا. ياتي على قدر المسؤوليه ويكون هو بطل المشهد. تشجيع بلا تجاوز، بلا حدود، دعم للاداره، دعم للفريق، وكان مردوده على الملعب رائعا